هيك السيارة على مهلك جيهان. وقف هون، وقف، يلا انزل بسرعة، اركض يا رين. يا رين يا رين بنتي، يا رين بنتي، يا رين. بابا 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 أنا صرت أعمل. خلص حبيبتي اهدي، ما صار شي. يا رين لا تبكي، لا كل شي رح يكون تمام، لا تقلقي. أنا صرت أعمل بابا بإيدي، أو أصم بإيدي. خلص اهدي، رح نصلح كل شي يا رين، لا تخافي، لا تقلقي، رح نظبط الموضوع. يا ربي لا تخافي أمي بنتي. صدقيني ما بعرف كيف صار هيك، ما كان قصدي أوصى أبدا. أنا أخذت السلاح منها وحطيته على رأسي لأنه هاروكا بده يرجعني على قصر شاد أوغلو. حاولي تهدي بنتي. ما كان بده يطلقني ويرجعني على بيتنا بابا، بس أنا ما كان بدي أطلع وأخذت السلاح وحطيته على رأسي لما هو كان عم يحاول أنه ياخذه مني. لا لا خلص يا ريف، في حدا شافكم شي؟ يا ريف في حدا شافكم؟ جاوبيني. ما بعرف إذا حدا شافنا ولا، بس الكل رح يعرفوا، فدول رح تعرفوا، رح تقتلني بابا، أنا قتلت الأبناء. لا حبيبتي، طول ما أنا عايش ما حدا بيقدر يساوي لك شي، مفهوم؟ لا فتون ولا أي حدا تاني، أبوكي رح يضل جنبي. حاولي إنك تهدي شوي وترجعي لوعيك، ماشي؟ أنا رح نظف السلاح. يلا قومي، يلا قومي، قومي بنتي، يلا يا رين قومي. معك منديل؟ لا ما معي. شوف بجيبة جاكيتك، بجيبة جاكيتك. تمام ماشي، اهدي بنتي اهدي. والله أنا ما سويت الشيء. اسكتي اسكتي اسكتي، اهدي شوي. ما كان قصدي. وهي مسحنا البصمة، سكو بإيدك لشوف. لا لا بكفي بنتي، لا تعملي بحالك هيك، خلص قومي. لا لا يلا يا رين امشي. لا ما بزر نتركه، ما فينا نخليه. بكفي يلا امشي، ما لازم نتركه، لا خليه يجي. رح يلاقوه هون يا بنتي، رح نتركه ليلاقوه، وبركي حدا شافنا ولزقوا هالتهمة فينا. هندان إذا كان في اثنين أعداء والحرب شغالة بيناتهم، ما بيضيعوا الفرصة ليقتلوا بعض. مين ما كان عدوه لفتون فهو القاتل. عزيزة يلا امشوا لشوي، يلا خلونا نروح. يلا بكفي حبيبتي، يلا يا بنتي تعالي. يلا هان شوفي اذا في شي بسرعة. بالسيارة في لك شي شنطة بالسيارة؟ لا لا. طيب يا بنتي اهدي وامشي. لا انت ما قتلتي حدا، يلا امشي امشي على مهلك، يلا يا بنتي شوي شوي. ما كان قصدي يعني. ايه بعرف، هو حاول ياخذ السلاح. ماشي سكتي ولا بعرفك بهالموضوع، امشي لشوف. انا قتلك. لا لا امي دعي حبيبتي، يلا يا بنتي امشي، يلا اركبي بالسياره بسرعه، انتبهي على راسك. يلا هادي يا قلبي. يا ربي شو هالمصيبه هي، دخيلك يا ربي احفظنا. تعالي يا أمي. لا تعمل هيك، اتركني، لا تعمل هيك، الله يخليك اتركني، خليني روح. ما فيني، انتي أمي ما بتركك، كيف بدي اتخلى عنك؟ ما بقدر. لو سمعتي تعالي بدي ورشيكي القبر، تعالي يلا مشان الله، تعالي امشي امي امشي. اطلعي، هاد هو الأبو. هاد قبر محمد أصلا. هي جابتك لهون مو هيك؟ وهيك عملت معي كمان. قالت لك قبر ميران بجنب قبر محمد أصلا. أنت عم تشوفي، تعالي. القبر فاضي. فاضي. ما في إلي اسمه. مثل ما عم تشوفي
وأنا أجيت لهون، أجيت أقنعتني إنه هاد الأمر إليك. بكيت كتير. بس اطلعي، أنت لساتك عايشة يا أمي، كلياتها أكاذيب عزيزة، مثل ما عم تشوفي كل شي كذب. أي صحيح، أنا أجيت لهون وهون كان قبر ابني، قبر ابني ميران، ومكتوب، مكتوب اسم ميران اصلا. وانا اجيت يا امي وانت كان قبرك هون ومكتوب اسمك دلشاه ديريك، بس مثل ما عم تقولي القبر فاضي، الشيطان يا عزيزه خدعتنا. هلا عم تصدقيني؟ لا لا لا، مستحيل يكون صحيح. تأخر الوقت كتير، تأخر الوقت كتير. أنا صار لي 25 سنة، طول هالسنين يعني طول 25 سنة كنت مصدقة إنه ابني مات. هنن ورجوني قبر ابني، جبروني بالقوة لحتى صدق إنه ابني ميران مات. أنا ما فيني أعملها، مستحيل بعد كل هالسنين. أنا ما فيني صير أم لألك، وأنت ما فيك تصير ابن لألي. روحت الحفلة على حالك جيهان؟ فتون خانم، ما بعرف كيف بدي أقول لك، بس هارون. شو صار له هارون؟ هارون متصاوب. شو؟ ما فهمت كيف يعني متصاوب؟ احكي شلون تصاوب؟ وينك انت؟ انت جنبه، هو منيح؟ يلا قلي جيهان. للأسف خسرنا هارون، البقية بحياتك. شو؟ خسرنا؟ إذا لعبتي بالنار تحترقي، وفي احتمال تتحولي لرماد. صحيح تفكري تهدديني. السلاح، أعطيني السلاح. أمي، لا تساوي هيك، مستحيل أقدر أتركك بعد ما عرفت أنك عايشة، وما رح أسمح لك تتركيني وتروحي كمان. على قليلة إذا ما عم تقدري تصدقيني هلا، أعطيني فرصة لأثبت لك أني ابنك. بترجاكي أمي. أمي.